بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مصف. إخواتي أخواتي، الموضوع تاع اليوم هو الماء الحي والماء الميت. واش معناتها الماء الميت واش معناتها الماء الحي؟ كاين واحد أخ دار موضوع حول الماء الحي والماء الميت، هو أنه ما عنده حتى أهمية، لانه الاهميه في وضع المكملات الغذائيه في الماء. بدون تطرق الى الامورات العلميه اللي احنا كمربيين ما تهمناش، ماناش راحين الرقم الهيدروجيني ورقم الحموضه، منا احنا واش يهمنا؟ يهمنا نعرفوا الامورات هذه سطحيا. اخذ كده الموضوع راهو قال كيف كاين الماء الميت كاين الماء الحي كيف. انا مانيش راح نرد عليه نقول له راك غلط ولا راك صحيح. واش هو؟ تابعوا الفيديو تاعي هذا للاخر. الشيء اللي نعرفه انا والشيء اللي طالع عليه ننقلوا لخاوتي المربين. انا مانيش عالم، انا راني مربي، مجرد مربي وعندي تجربه في تربيه الطيور الحمد لله. الماء الحي لقيتو فيه فايدة خير عن الماء الميت. واش معناتها الماء الميت؟ درك الماء الميت، درك الماء يتحط في زجاجات بلاستيكية ويتعرض للماء للشمس، عفوا يتعرض للتخزين، مع الطولة يموت الماء هذا. حنا كيفاه نعاودو نحيو الماء هذا؟ كيف نعاودو نحيو الماء هذا؟ نقولوا الكلمة هذه لأنه الماء هذا ماهوش كائن حي، لأنه الكائنات الحية شكون يعاود يحييهم؟ والله عز وجل واحد ما يقدر يحييهم. الكائن الحي يكون يفوت ويموت، ما تقدرش تزيد تبعث فيه الحياة. أما الماء نقدروا نحطوه في الجرة تاع الطين كيما تاعي هذه هكا، مدة تاع نصف ساعة يعاود يرجع للأرقام الطبيعية اللي كانت فيه. وش هو الماء الحي؟ أول حاجة كاينة دراسات علمية ثبتت باللي الماء اللي قاعدين نشربوا فيه من الحنفية والماء اللي قاعدين نشربوا فيه من القارورات البلاستيكية هو ماء ميت. وهذا كما هضرت في الأول تاع الفيديو، متعرض للتخزين والأشعة الشمس ومتعرض للبيئة الخارجية كما تاع الحنفية، راهو يجي في تيويوات يا إما تاع حديد يا إما تاع بلاستيك، يوصل عندنا يوصل ماء ميت. هذا هو الماء الميت. باش نحييو الماء هذا لازم نحطوه في الأواني الفخارية، الأواني الفخارية اللي مخدومة بالطين كما هذه اللي نعتلكم. علاه؟ لانه الاواني الفخاريه هي الوحيده اللي قريبه من جسم الانسان، سواء في المكونات ولا سواء في الامورات العلميه اللي كاينه فيها. لانه الانسان منين خلق الله عز وجل خلقهم الطين، هذه هي الاواني اللي نحطوا فيها الماء. لان الماء كي نحطوه في الفخار يعاود الفخار يرد له الطاقه تاعو العجيبه اللي كانت فيه. لانه كي يعود جاينا في الحنفيه مثلا من الضغط تاعو في الانابيب وكذا كذا، يفقد الطاقه تاعو العجيبه هذه اللي يحتاجها جسم الانسان والله جسم الحيوان. الماء اللي برا في الطبيعه في الاحجار وفي ذاك ماهوش ميت، هذاك ماء حي. دراسات العلماء قال لك الماء لما خلق اول مره كان منتظم، ماء منتظم، يعني هذا هو الماء الحي. ثم الشيء اللي صار له الظواهر اللي هضرتهم يولي ماهوش منتظم، هذا هو الماء الميت. الفرق بين الماء الحي والماء الميت هو في النظام تاع الارقام اللي فيه. وشو الارقام اللي فيه؟ مثلا الرقم الهيدروجيني، رقم تاع
درجة الحموضة وكذا وكذا، ونعرفوا بكل الماء منها يتكون من الاكسجين والهيدروجين وكذا، وهذيك الامورات هذيك ما نتعرفوش ليها مليح، لانه انا اصلا مانيش متفقه فيها. بعض العلماء اللي هنا في الدراسه تاعهم كيف عاودوا نظموا الماء هذا وكيف عاودوا يحياوه، انه خلاوه يتسلط بطاقة مغناطيسيه عاودت نظمت الارقام تاعو. والتجارب هادو على واه داروهم؟ التجارب هادو داروهم على النباتات، لقاو باللي الماء الحي الازدهار تاعو بالنسبه للنباتات احسن من الماء الميت. نروحوا لهنا نشوفوا الفائده تاع اعاده الماء للحياه. مثلا الفخار، شحنه الفخار هي شحنه سالبه، شحنه الفخار هي شحنه سالبه، والكائنات الدقيقه هذيك اللي تعيش في الماء المضره، الشوائب البيولوجية مثلا هذيك شحنتها موجبة. كي يعود الماء تعرض لشحنة سالبة تسمى الفخار، راح يقضي على الشوائب البيولوجية هذيك المضرة وينحيها من الماء، تسمى الماء راه يزيد يتنقى. هذه الفائدة اللي نحتاجوها بزاف، خاصة بالنسبة للطيور تاعنا. كاينه نقطه ثانيه مليحه، والنقطه هذه ركزوا عليها مليح، المربيين تاع الطيور يركزوا على النقطه مليح. كي نحطوا الماء من الحنفيه نحطوه مباشره في الجره، راه يولي قلوي. واش معناتها قلوي؟ يعني درجه الحموضه تاعو تطلع فوق 7، يعني يولي 7.5. كي يولي عندنا 7.5 حنا لهنا عندنا القدره باش نهبطوا الحموضه تاعو حتى ل3.2. علاه؟ بفضل منتجات تاع لي زاسيد اورغانيك اللي عندنا نقدروا نهبطوا، ماشي خل التفاح، لي زاسيد اورغانيك اللي عندنا. بصح كي يطول الماء في الجره في الفخار راه يولي حتى 9.5، تسمى الحموضه تاعو راهي زيد تطلع. من الاحسن نحط الماء في الجره بمجرد اني نستعملو هذاك اللي بات، من الاحسن ما نستعملوش اللي بات في الجره، من الاحسن ما نستعملوش. هذه وجهه النظر تاعي انا، ساعه ساعه نستعملو، من الاحسن ننصح المربين ما يستعملوش. حط اللي عنده نص ساعه، لانه نص ساعه توصل درجه الحموضه 7.5 نقدر نهبطوها احنا، هذيك نقدر نهبطوها نقدر نصرفو فيها. كاينه حاجه ثاني، نسبه الاكسجين اللي كاينه في الماء الحي يعني الماء القلوي اكثر 200 مره من نسبه الاكسجين اللي كاينه في الماء اللي كاين في الاواني البلاستيكيه. والاجسام المضره والمسببه للامراض ما تحبش الاكسجين، هي ما تحبس الاكسجين. هذه نقطه ثانيه يركز عليها المربي. والنسبه تاع الاملاح تاع الماء اللي في الجره تلقاها ديما اقل نسبه من تاع الاواني البلاستيكيه. ملاحظه، الجره تاعنا تاع الفخار لازم تكون كما يقولوا ما يسميوها، تكون منديه، يعني ماهيش مفرنيه، ماشي مفرنيه، تكون على طبيعتها، تكون على الطبيعة تاعها فخار، ماهيش متعرضة للصباغة ولا للفارني ولا لهذا، تكون على الطبيعة تاعها. الطين، الطين هو أفضل شيء وأفضل مادة للمحافظة على الحياة. جدادنا بكري كانوا يحفظوا الماء، يحفظوا الزيت، يحفظوا القديد، قديد الحم في اواني فخاريه، لانه الفخار هو اعظم حاجه تحافظ على الحياه. والدليل هو ان الانسان خلق من طين، وهذه حكمه الله عز وجل. الماء على قد ما تخليه في الفخار على قد ما يبقى مليح.
بصح فرق بين الانسان والطيور، حنا نقدروا نشربوا الماء حتى لدرجه الحموضه 9 فاصل، لانه بالنسبه للانسان كيعود الدم تاعك قلوي، تكوين الخلايا السرطانيه ما يكونش، هذا باذن الله عز وجل. اما بالنسبه للطيور، الطيور لازم درجه الحموضه تكون هابطه ولا تكون طالعه، المهم نهبطوها حتى احنا نهبطوها حتى لتنين، كنا نقدر نهبطوها حتى لتنين، نديروا المستطاع تاعنا. بالنسبه لزاسيد اورغانيك نهبطوها حتى لثلاثة أربعة سالكين. هذا هو الموضوع خاوتي. انا ماشي رديت على الاخ هذا، اللي انا وضحت هاي وجهه النظر تاعي، والمصدر هو الاطلاع من الانترنت واسئله للمختصين، هذا هو المصدر، مش مصدر كما يقولوا. قادر تكون انت على خطا وانا اللي صحيح، ولا قادر نكون انا اللي على خطا وانت اللي صحيح، الله اعلم، يبقى العلم لله. نتمنى انه يتفضل كاش واحد مختص يعطينا بالعبارات العلميه باش نتعلموا منه اكل. هذه هي، ما تنساش الاشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنساش الضغط على جام هذيك الزرقاء هذيك، ومتابعه قنوات المفيده كما قناه تاع خونا عبد الحكيم، ما شاء الله راه يتقدم فيه معلومات، الله يبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.